صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: خرجت في الآونة الأخيرة في الجوالات يقول خرجت في الآونة الأخيرة كتابة المصحف كاملا في الجوالات بحيث يستطيع الشخص أن يقرأ منه القرآن كله، والسؤال: هل يجوز للمرأة أن تقرأ منه وهي حائض؟ الحائض لا تقرأ القرآن لا من الجوال ولا من المصحف ولا عن ظهر قلب. الحائض والجنوب لا يقرؤون القرآن لا من المصحف ولا من الجوال ولا عن ظهر قلب حتى يتطهر من الحدث الأكبر. وكون القرآن يخزن في الجوال هذا من إقامة الحجة على العباد، من إقامة الحجة على العباد. ما أحد يقول أنا ما دريت يا رب، فهذا والله من إقامة الحجة ومن بلوغ القرآن إلى كل أحد، وهو في نفس الأمر نعمة من الله لمن أراد الله له السعادة في أن القرآن مصاحبا له يقرأ منه في أي مكان وفي أي زمان، فهذا نعمة من الله عز وجل، هو نعمة وهو في نفس الوقت إقامة حجة على العباد. نعم.